شي بملل. قال شو مرتي اليوم بدها تعزل، مشان هيك قلعتني برات البيت. بس شي صاير معي، عزم نسوان الحارة مرتي بدها تغديهم عنا بالبيت، قالت لي روح دبر حالك برا. يعني بنتغدى سوا اليوم؟ ايه ما في مانع بنتغدى سوا، بس بكير لسه، اووو 12 ونص لسه. طيب مين بده يعزم الثاني، انا ولا انت؟ ما بتفرق. ليش حبيبي ما بتفرق؟ شو يعني؟ يعني شو رأيك نتراهن على شغلة، واللي ما بيحزرها بيعزم الثاني، مو مشان شي عبدو، مشان نتسلى ونقطع وقت. ما فيها شي. على شو بدك نتراهن؟ والله ما بعرف. على شو بدنا نتراهن يا توفيق؟ على شو بدنا نتراهن؟ على شو؟ عبدو، شايف المرة اللي قاعدة هنيك يلي ماسكة بإيدها كتاب وعم تقرا فيه؟ ايه، شبهها؟ شو رأيك نتراهن كم سن في بيتمها؟ هلا ما لقيت غير هالرهان هاد؟ ولك أخي عم نتسلى، ما فيها شي. طيب افرض انا قلت رقم وانت قلت رقم، شو بيعرفنا بعدد اسنانها الحقيقي؟ بسيطة بنسألها. وعلى فرض انا ما عرفت وانت ما عرفت، بيبطل الرهن وكل واحد بيتغدى على حسابه. ايوه. طيب اسنان الصناعية بتدخل بالرهان؟ طبعا لا. ايه قبلت. قديش بتقول عدد اسنانها؟ لحظة استنى علي لحظة، هيك بدك كان يقول خبط لزق؟ ما بدنا نفكر شوي؟ لا 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 خذ راحتك، فكر على مزاجك ومعك خمس دقايق. ماشي. أنا جعت. ها طيب ماشي الحال يا سيدي، عدد اسنانها بيتمها 25 سن. غلط، خسرت الرهن. انت قديش بتقول؟ انا بقول 28 سن. بالله شو عرفها؟ نسالها. تفضل. عفوا يا مدام للازعاج، ممكن نعرف كم سن في بيتمك؟ ليش لهلا ما عرفت عددهم؟ وحضرتك دكتور اسناني من 15 سنه. شكرا لك مدام. ايه سيدي قل لي لشوف مين كسب الرهن؟ وين بتحب تغديني؟ وين بحب غديك؟ ايه مو على عيني وراسي، بس قل لي بالاول كم سن في بيتمك انت؟ 29. ايه انا عندي طريقة تهر لك اربع خمس اسنان، انت عم تضحك وتلعب. الله لا يوفقك. فعلا انك مالك قليل يا دكتور توفيق. بقى شو رايكم بهالقصه؟ هلا هيك بتتولدن بس تروح عجنينه؟ يعني هلا هذا اللي فهمتي من القصه؟ ايه شو بدها تفهم لكان؟ يلي قصدته انه ذاكرتي حديد. بس انت دكتور اسنانها للمخلوقه. واذا كان يعني ضروري احفظ عدد اسنان كل مريض؟